السلام عليكم اخواني اخواتي، كما وعدتكم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذه الحلقه لا بارتي 1 ديال فيديو تيتوريال ديال لا دوزيام تيب اللي يمكن نخدموا فيه ان غانت سير اكسل ان بوتي بو اوتوماتيزي، يعني ماشي ما غيكونش 100% اوتوماتيزي حيت عندنا هاد لي دات كالكول سامبل. غيكون عندنا دو بارتي، بارتي الاولى هي الاوتوماتيزاسيون ديال هاد لا لين دو طون، والثانية هي لافيشاج سامبل ديال لي بار دو غانت. نبداو على بركة الله، ندير واحد لامبيجون دو برودكسيون ديال لي فونكسيون اللي غنخدمو بيهم. اول حاجة اللي غنشوفو اللي خدامين بها ديما هي لا فونكسيون ديالنا مشهورة اف، ولا اون فرونسي سي، ولا فونكسيون جديده هي ايرور ولا از ايرور. كما كتشوفوا فوق هذه هي لا فونكسيون فينال، غنشوفوا بلي انها واخا كتبان كبيره بزاف فهي فونكسيون سامبل بسيطه، فيها جوج ديال لي فونكسيون وواحد كيما ما نقولش فونكسيون ولا نقول مينيموم ماكسيموم، يعني كيعطيني واحد بحال داله كتعطيني شنو عندي طابلو، اشنو عندي شي حاجه منه كيعطيني المينيموم ماكسيموم، ما نقدرش نقول انهم دي فونكسيون. هادو لي فونكسيون اللي كيبانوا لي انهم يستحقوا سميت فونكسيون هما لا فونكسيون سي ولا فونكسيون ايرور. مينيموم ماكسيموم شي حاجه بسيطه اي واحد يمكن لي يعرف يتعلم ليهم ويعرفهم في اقل من دقيقه. غنبداو على بركه الله، غندير لكم نديرو امبشن هاد الكونيكسيون هنا كبر هكا، نعطيكم مينيموم وماكسيموم، مينيموم مينيموم ديال هنا هو ديال هاد لي راه كاملين حيت كتكتب ليا اوبس هيدا دو سبتمبر. نرجع هنا ندير لك ماكسيموم غير باش تعرفوا لي فونكسيون كيفاش هادوك لي زانديكاتور كيفاش يمكن لهم كيخدمو. مينيموم ماكسيموم ماكسيموم هكا كنت من قبل ندير الطابلو لو تخونت، نعاود نمد شي حاجة هنا 26 هو لا فان بروجي. هادي ديبو بروجي، أول حاجة غنبداو بيها في لين دو طون ديالنا هي لا كورون الأولى اللي غنبداوها واللي غتكون لينا هي لو دو سبتمبر. دو سبتمبر مغنكتبهاش، غندير مينيموم اللي عندي ولا سيليكسيون ديالي ديال لي ديبي بان فيكسي هكا تعطيني دو سبتمبر. الا بغيت نمشي لهاد نمشي للسيلو اللي تابعها، يعني لادات ديال الجور اللي تابعو واللي تابعو اللي تابعو اللي تابعو اللي تابعو، بسيطة حاجة بسيطة الا مكانش عندي عوائق. غنبدا نشرح لكم من الاول، كندير ايكالا السيرة الأولى بلس أن، يعني حاجة بسيطة. نمشي نرجع نخرج نجر كنلاحظ واحد القضية، أنا ما عارفش شحال هنا فين غيحبس ليا البروجي واخا عندي لي دات. يقدر واحد غادي خدام شوية من بهاد لي دات بوطا ديال دوزيام ايطاج، قدر الله درت ولات فيها 3 جور، هنا ولا عندي 7 جور، هنا ولا عندي 4 جور، يعني كتلاحظ شنو ولات هنا في لوطرونج. مغنبقاش انا كل مرة نجي نبدل ندافع هاد لوطرونج، زيد هادي زيد هادي زيد هادي، يعني خصني ندير واحد لافونكسيون لي نأجوطي على هنا هي لافونكسيون سي. لافونكسيون سي كيما شفنا فونكسيون ساهلة، كنبدا ب اف ولا سي إذا كان عندكم لوجيسيال فرنسية. عندي تيست لوجيك ديالي هذا خاص يكون داخل ليا في المجال ديال لي دات ديال لي دات ديال لي طاش ديالي، يعني خاص يكون قل من اخر دات، نديرو قل او يساوي اخر دات اللي كتساوي هي الماكسيموم في هاد لي دات كاملين. تسد القوس اشنو واش عطيني، الا كانت عندي هاد القضيه صحيحه
غندير لا سيرة الأولى بلس أن كوبي أكوا هنا سينو غنكتب تحالها شدها هكا ونجرب هنا كامل عندي الحرية كاملة نجرب مش قلت لكم عندي الحرية كاملة نجرب خبص عطاتني ايرور انا غنصلحو دابا نوري لكم هانت لاحظوا من واحد القضية هنا الى كليكيت هنا شوفي ولا عندي هذا تحرك علاش ما فيكسيتش هاد لابارتي ما فيكسيتش هاد لابارتي كيما ما كتوقع ليا نجرب عاوتاني حتى الاخير فالور اللي لازم نزيد عليها كاع هكا ونرجع نشوف واش صحات ليا هكا مزيانة نشوف اخر دار لي ماكسيموم اللي هنا 30 اكتوبر هو 30 اكتوبر من بعده ما كتكتب حتى حاجه ولكن من بعده كيولي عندي دي زيرور انا ما ملي غنبغي امبريم ما غنبغيش نطبع دي زيرور ولا نبقى نسيليكسيونيهم من هنا اشنو خصني ندير خصني نشوف واحد لا فونكسيون اللي يمكن ليا ندمجها مع فونكسيون اخرى اللي عارفينها اللي هي اف تحيد ليا هاد لي زيرور اول حاجه كنصحكم ديروها هي كوبيو هاد لا فونكسيون هادي بلا 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 ايغال كوبيوها وبدا نديرو از اذر نبدا بهاد السيلكسيون الثانيه از اذر از ايرور بحال القوس ونسد القوس ديالنا ملي غندير اوكي ما غتعطينيش شي حاجه اللي ريزونابل غتعطيني يا اما فغي يا اما فو فولس او ترو كيما قلت لكم فولس يعني ولكن انا ما بغيتش ان هاد فولس ولا ترو انا باغي يبقى كالكول عندي هو هو الا اذا كانت عندي فالور ايرور تكون عندها صح يعني غادي انتخدوي عليها واحد لا فونكسيون اخرى هي لا فونكسيون ديالنا سي يعني غتولي عندنا سي ان بريكي مع از ايرور ان بريكي مع سي نبدا نكتب سي ديالي اف تيست لوجيك هو هذا سي لا فالور صحيحه يعني الا كان عندي الايرور ما غيكتب ليا والو ولا كان عندي ترو يعني كان ما كانش عندي ايرور خاص يكتب ليا لا فونكسيون على كيكون كوبيوها شوفوا عطاتني لو 3 سبتمبر نجرب 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 هكا حتى لي بارتي وغنشوف بلا عندي لا لين دو طون ديالي مقادة لي فونكسيون هنا راه كاينين كيما كتشوفو لي فونكسيون كاملين هنا كاينين كاملين 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 كاينين ولكن لي فيهم دي زيرور مكيبانوش باش نجرب واش هادشي عندي اوتوماتيزينيش دابا هاد لاطاش الاولى ندير فيها ساجور زاد عندي دي طاش لا فونكسيون زاد وهكذا كنكونو سالينا هادي الاول ديالنا من بعد ان شاء الله في الدوزيام بارتي غننتقلو غادي ننتقلو للفونكسيون الثانيه لابارتي الثانيه اللي هي لو بار دو غانش